ورجعنا حضراتكم مره تانية على الهواء مباشره، ومكملين معاكم باقي فقرات نهارك سعيد. وخلينا نبدا بان معانا النهارده هي حمله تفكروا، وهي حمله جميله جدا وحمله تطوعيه للخير، وهي اعمار المساجد. عايز اقول لحضراتكم طبعا اكيد محدش ينكر ان في مصر السياحه الاسلاميه والسياحه القبطيه عامه، يعني السياحه الدينيه من اهم معالم المصريه الجميله جدا جدا. وغير كده كمان التراث الاسلامي المعماري اللي بيدرس حتى في جميع انحاء العالم، وهو تراث جميل ومن حقنا طبعا فكره ان احنا نهتم بيه ونهتم باعماره كمان. فمعانا النهارده من مؤسسي الفكره واحمد نادي. واحمد علي صباح الخير. صباح الخير. هنبدا مع حضراتكم ونبدا تكلمونا عن الحمله وكمان تعرفونا بيها اكتر. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك احنا بدانا الحمله كنا في مسجد مقيمين فيه بنصلي على طول فيه. بدانا نلاحظ ان المسجد بدون خادم وان النظافه فيه مش قوي. فبدانا ان احنا بايدينا نحاول ننظف فيه على قدر المستطاع مره بمره، وبعدين بدانا ان احنا اصحابنا ينضموا لنا اللي هم بيصلوا معانا. واحد يعني الحمله ابتدت بيكم انتوا كاشخاص كم واحد لو تفتكر؟ اتنين. كان اتنين، انا واحمد. انت واحمد في البدايه، وبعد بدانا ينضم لنا واحد صاحبنا ثالث ورابع وخامس. فبدانا ان احنا كل يوم خميس او كل يوم معين في الاسبوع بننظف المسجد دوت. فحسينا ان في مساجد تانية برضه ليها اولويه ان هي تنظف كالمسجد دوت. فوصل عددنا كبير جدا، يعني 15 20 واحد. حد دلنا على جمعيه خيريه احنا ممكن تتعامل معاكم وتساعدكم. تمام. تساعدنا ماديا وتساعدنا يعني تدلنا على حاجه اللي هي محتاجه تتنظف والكلام ده كله. هو الموضوع مقتصر بس على نظافه المسجد ولا كمان على اعمار المسجد؟ لا. سواء اي حاجه يحتاجها المسجد، ممكن أعمار ترميم، ممكن اعمار تجديد. كامل، اعمار كامل، حرق دهان او نظافه او فرش او اي حاجه محتاجه. طيب خليني كمان اقول لك، يعني الفكره بدات بيكم انتوا الاثنين، وتسميتها جت منين؟ وعايز اعرف الموضوع كبر كمان ازاي، غير ان انتوا استعنتوا باحدى الجمعيات الخيريه تساعدكم. هو في حضرتك احنا لجنه يعني احنا عاملين نفسنا لجنه فيها 5 افراد، حد مسؤول استكشافات مساجد، حد مسؤول دعايه، حد مسؤول حاجه كده. كل يعني واحد كم واحد بالظبط، كم واحد مشترك في هذه الحمله؟ 30. 30 هايل. تمام. فحضرتك احنا بنعمل استكشاف على مسجد اللي محتاج او اللي ليه اولويه ان هو يتعمل فيه حاجه. محتاج يكون محتاج وما فيش طبعا حد بيساعده ماديا، او في حد من اهل الشارع او المكان بيساعدوه. فاحنا في حد بيساعدنا ماديا وبيدعمنا، احنا بنقوم بالفلوس ديت بنجيب معدات، بنجيب ادوات، بنجيب دهان، بنجيب فرش، بنجيب كل حاجه المسجد محتاجها. ما هو فعلا ده بقى سؤالي، بتصرفوا منين والماديات دي بتيجي منين؟ بتيجي من احدى الجمعيات الخيريه بتساعدنا ماديا، او اوقات بنلم تبرعات. تبرعات من اشخاص؟ من اشخاص او من اي حد ممكن يعمل خير، احنا بنحاول نوصل له وبنحاول ان هو نساعده ان هو يعمل خير معانا. هل الاعمار بيخص المساجد بس ولا بيخص حاجه ثانيه؟ لا حضرتك احنا ساعات بنروح مدارس محتاجه نظافه ومحتاجه تتبلط، محتاجه تدهن فصول، كل حاجه. طيب كم مسجد تم اعماره لحد دلوقتي لهذه الحمله؟ يعني حوالي داخلين في 50 مسجد او 55 مسجد لغايه دلوقتي. منهم اللي اتعمل نظافه، ومنهم اللي اتعمل دهان، ومنهم اللي كان ناقصه يعني حاجات كماليات زي المراوح مثلا، حاجات زي حاجات سباكه في الحمامات، في برضو فرش. يعني الحمد لله وكبرنا يعني وسعنا على الكوره، خرجنا بره القاهره. من حضرتك كنت عايز اعرف، هل ده مختص على القاهره بس ولا شمال كمان المحافظات؟ لا لا، شمال المحافظات. بنروح كرة تانية زي اطفيح، بنروح المنيا، بنروح كفر الشيخ. ففي كرة تانية بتبقى ساعات اولى من القاهره، يعني بالذات هنا في القاهره ساعات لما يجي امام المسجد او اي حد في المسجد من القائمين عليه يجي يعلن عن اي تبرعات او يقول المسجد محتاج اي حاجه، ساعات الناس بتلم له بسرعه جدا. يعني ده صحيح، عشان العدد كمان اكبر. انما في كرة بره بيقعدوا يعني ينبهوا حسهم عشان يجي اي حاجه المسجد ومفيش. فاحنا بنحاول ان احنا نساعد دي كمان اكتر، لان بتبقى بنحس ان هي اولى في المساعده. طبعا طبعا. هل الحمله دي موجوده في شهر رمضان بس ولا موجوده طوال السنه؟ لا لا، طوال السنه وفي اي وقت يعني، مش وساعات بننزل الصبح وساعات بننزل بالليل، مساجد ملهاش وقت معين. اوكي. بس انا عايز اعرف بقى ازاي بتعرفوا توفقوا ما بين العمل التطوعي والعمل الخيري اللي انتوا بتقوموا بيه، بما ان انتوا كمان دراستكم بتوفقوا بينها زي ما انتوا في ثانوي كمان، ده اللي انا عرفته يعني. هو يعني بنحس ان هي بسيطه جدا، والواحد لو بص الاجر والثواب بتاعها هيحاول يوفق بين الاثنين.
ببساطه ان هي ممكن الواحد يعني يروح، لو احنا بنطلع الصبح وبنطلع بالليل، فالواحد لو عنده مثلا شغل او مشغول باي حاجه في الصبح بينزل بالليل على طول، والعكس صحيح. طب فعلا لو نتكلم عن الاجر والثواب طبعا يعني لو بصينا لها ان هي اول واخر حاجه هي صدقه جاريه، يعني ثوابها عظيم جدا. لما اصلي في مسجد يعني اللي عمل المسجد ده بياخد ثواب عليه، او اللي دهن المسجد كل واحد بيصلي فيه بياخد الثواب بتاعه. دي حاجه. تاني حاجه بالنسبه لتنظيف المساجد، دي من مهور الحور العين طبعا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حسنا على حاجه زي كده، قال كنس المساجد مهور الحور العين. وفي حاجه ثالثه اللي هي طبعا رجل قلبه معلق بالمساجد، من سبعه من يظلهم الله يوم لا ظل الا ظله. فدي برضو ثوابها عظيم جدا. يعني انا عايزاك بقى تشرح ده للساده المشاهدين، يمكن انت ذكرت الحديث بس انا عايز اعرف شرحه عشان نقدر نوصله للساده المشاهدين. هو مثلا سبعه من يظلهم الله يوم لا ظل الا ظله، دي اول حاجه امام عادل، شاب النشأة في طاعة الله. تالت حاجة اللي هي رجل قلبه معلق بالمساجد. هي رجل قلبه معلق بالمساجد ان واحد يبقى مواظب على المساجد، بيحس ان راحته النفسية بتبقى في المساجد لما بيشوفها نظيفة، لما بيشوفها جميلة، لما بيحس ان هو بيخلي الناس تزود من خشوعها فيها. فدي حاجة في يوم احنا نبقى كلنا واقفين تحت الشمس، الا السبعة دول اللي هيبقوا واقفين تحت ظل عرش الرحمن. فربنا يجعلنا منهم ان شاء الله. ان شاء الله. عايز اعرف الحمله فيها قد يعني المشتركين فيها لحد دلوقتي قد ايه، وازاي الواحد يقدر يشترك كمان؟ هو احنا دلوقتي وصلنا يعني فوق ال 30 متطوع، وممكن يعني رقم المسؤول يعني يتحط على الشاشه، اي حد عايز يشترك معانا يتصل عليه واحنا نقول له يعني يوصل لنا ازاي بالظبط. اوكي. طب عايز اعرف لو فكرتوا ان انتوا تعملوا حمله جديده او مبادره جديده، بتفكروا تكون المبادره دي ايه والحمله دي تكون لايه؟ هي ممكن انها تبقى حمله صدقات جاريه او مساعدات يعني ناس فقراء. صدقات جاريه زي حاجات مثلا نشوف اي مكان محتاج اي حاجه، مش شرط مساجد بقى، اي مكان محتاج اي حاجه ونعملها له. مثلا في بعض المستشفيات بيبقى ما فيهاش كراسي متحركه الا قليل جدا، يعني ممكن الكرسي واحد بيخدم ثلاث ادوار كرسي واحد، فنجيب مثلا كرسي ثاني عليه، شويه كمان نجيب واحد ثالث. في اماكن كتير جدا عامه ما بيبقاش فيها ولا بق ميه، فممكن نجيب فيها مثلا كولدير نحطه، ده هيبقى صدقه جاريه وحاجه جميله طبعا. ممكن شنط زكاه المال، شنط رمضان، شنط تغذيه بتوزع على ناس فقراء. يعني انشطه تانية كتير زي مثلا ننظف البيئه بتاعتنا. يعني مثلا في بعض الشوارع كتير قوي بتبقى مليانه يعني قمامه وحاجه بتبقى شكلها بذيء جدا، غير ان بتجيب امراض وشكلها غير حضاري بالظبط. فبنجمع نفسنا في يوم انهم نازلين على المنطقه دي، يعني نظبطها على الاخر، نلم منها كل الاشكال البذيئه دي لغايه ما يبقى شكلها يعني جميل وترضي الناس اللي موجوده فيها بس. طب عايز اعرف اكتر الحاجات المعوقات اللي بتقابلكوا ايه؟ ساعات المعوقات اللي بتقابلنا زي الـ مثلا بيبقى معانا واحد خبير في المهنه اللي احنا بنبقى يعني رايحين نعملها في المسجد مثلا. مثلا رايحين ندهن او يعني رايحين ندهن او نمحر او نعمل سقف، بيبقى مش معانا مثلا واحد اللي هو متخصص او مهني متخصص في الحاجه دي. كلنا مبتدئين، يعني انتوا بتقوموا بالاعمال دي بنفسكم، كلنا مبتدئين فيها. حتى احنا كمبتدئين بنحاول على قد ما نقدر كل واحد يطلع احسن حاجه جواه. لا انا كنت فاكره ان يعني بناء على التبرعات اللي بتلموها او اللي بيتم مساعدتكم بيها من احدى الجامعات الخيريه، ان انتوا تجيبوا المختصين لو نقاش فتجيبوا نقاش، لكن انتوا تعملوا كل حاجه دي بايديكم نفسها. تمام بالظبط كده. فطب يعني معلش هرجع مره ثانيه، المعوقات اللي بتقابلكم، فين المعوقات اللي بتقابلكم انه محتاجين معلش مره ثانيه تقولوا لي معلش عشان انا افتكرت ان انتوا بتستعينوا بالناس دي. لا بس هو احنا ممكن مثلا ايه ان العدد مثلا طالع في مساجد كبيره جدا ما شاء الله، بيبقى احنا نفسنا نروح نعمل مسجد زي دوت، مسجد عمر بن الخطاب مثلا، مسجد عمرو بن العاص، مسجد السيده نفيسه، السيده زينب، احنا بيبقى نفسنا نروح نعمل مسجد زي دوت. هو مسجد زي ده ما شاء الله اكيد في اكتر من خادم واثنين وثلاثه وناس شغاله فيه، بس احنا حاسين ان احنا دي مناسبات ودي حاجات احنا مش عايزين نفوتها، مش عايزين نحط اسم اسم المسجد دوت لازم يتحط في ضمن جدول اللي احنا عملناه والمساجد اللي احنا عملناها او هنعملها ان شاء الله. طبعا دي حاجة احنا بنحس انها حاجة مشرفة لينا. ومش شرط ان انا عايز اعمل خير ان انا اشترك في جمعية خيرية او ان انا اشترك في حاجة معينة،
من نفسي، انا دخلت مسجد وشايف ان في حاجه، حاسس ان انا مسؤول عن نظافه المسجد دوت. انا كمسلم المفروض ان ده يعني مكاني وده مكاننا كلنا، المفروض ان ده يبقى مكان يليق بنا كلنا. طبعا ما ينفعش ان احنا الناس كمان ان هم نهمل فيه ان هو فرض او اداه بنقضيها وخلاص وبنخرج من المسجد. لازم نخلي المكان على اكمل وجه، مش شرط انك انت تشترك او تلاقي واحد يساعدك على كده. احنا كنا اتنين وبدانا ومن غير اي حد ولا حتى قلنا لاصحابنا، اصحابنا بداوا يتعلموا مننا، بداوا يشوفونا، وبداوا يدخلوا كمان ناس معانا تاني. القدوه الحسنه يعني. والله يعني نتمنى بس يعني لا ان شاء الله ربنا يوفقكم باذن الله. بس انا كنت عايزه ارجع مره تانية للمعوقات اللي بتقابلكم في حمله جميله زي الحمله دي، هي فكره ان مفيش تخصص. ساعات بتبقى ممكن المواصلات، يعني لما بنسافر كرة ريفية ساعات المواصلات بتبقى معوقة بالنسبة لنا عشان توصلوا الأماكن. اه بالظبط كده. وكمان احنا بنشترك معانا طبعا بنات وشباب فبتبقى المشكلة ان احنا بناخد وقت على ما بنروح ووقت على ما بنيجي. الوقت اللي في النص ده هو اللي بيبقى فيه يعني شغل لازم يخلص في الوقت ده. فلما بيخلص دي بتبقى طبعا حاجة عقبة، بنضطر ان احنا نروح المكان ده تاني. طب وازاي فعلا بيتم معرفة المساجد اللي محتاجة فعلا تعمير او محتاجة اعمار او في محتاجة حد عندنا من تحرك اللجنة عندنا فيها كذا حد مسؤول، في واحد مختص بالاستكشاف. الاستكشاف ده هو بيطلع مساجد يعني بيطلع يعني عشوائي كده، بيروح مساجد معينة في مناطق بيشوف المسجد ده محتاج نظافة، محتاج دهان، محتاج حاجة تتحط فيه مش موجودة بنكمل بس. فبيجي يبلغ مسؤول النشاط استاذ احمد علي، هو بيبلغ مسؤول الدعايه ومسؤول المكالمات، نكلم المتطوعين بتوعنا كلهم. فبنتجمع باذن الله في ميعاد كده، هو بنتجمع فيه بنطلع ونيجي. طيب هي مؤسس الحمله احمد نيز واحمد علي، بشكركم على وجودكم معانا واتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله يكون لنا لقاء تاني ومبادره تانية احسن ان شاء الله. وربنا يوفقكم ان شاء الله، العدد كمان يبقى اكتر بكتير باذن الله. شكرا. ننتقل معاكم الفاصل ونكمل معاكم بقى فقرات نهارك سعيد، وخليكم معانا.